الإمام الحضري رضي الله عنه ورحمه أساق السند وبه ختم الطبقة الخامسة الطبقة الرابعة. قال أساق السند شعبة رحمه الله يقول كل حديث ليس فيه حديث. شوف ربنا جابها لنا زاهد اتختم الحمد لله. كل حديث ليس فيه حدثنا فهو مثل الرجل في الفلاة معه البعير ليس معه الخطام. وساق السند إلى مسعر بن كدام رحمه الله يقول من طلب الحديث لنفسه فقد اكتفى ومن طلبه للناس فليبالغ. انت افهموا هذا كلام كبير جدا ممكن ظاهره ما تفهموش. ماشي اتفضل. وساق السند الى خصيف الجزري عشان مش وقت نخش رحمه الله قال مكتوب في التوراة الى مجالس اهل الاهواء فيدخل في قلبك شيء من ذلك فيدخلك النار. وساق السند الى الثوري رحمه الله ورحمه الله عليه اجمعين قال من هم ان يكذب في الحديث سقط حديثه. دي الثانيه صح؟ لا حول ولا قوه الا بالله. طيب هنا عندنا الحديث شعبة قال وأنا أردده كثيرا وشرحته لكنني أردده. قال أنا عبد لمن عنده حديثان. تفهمون بالله؟ تفهمون؟ الله أكبر الله. لا إله إلا الله وأنا أشهد أن محمدا رسول الله وأسلم الدين محمد صلى الله عليه وسلم النبي المرسول وبارك على مرضى ما بهذه دعوة المصطفى حتى محمد صلى الله عليه وسلم. يا إخواني حتى لو كان قليل علم قال أنا عبد له بالحديث الذي سأخذه منه. ذلك كان بيعمله شعبة. نسيت أنا شيخه في هذا الباب. كل ما يجده في السوق يقول له حدث. يقول يا شعبة لم تحفظ الحديث بعد ألف مرة بيراجع له يقول أذكرك به. فبيقول أنا عبد لمن عنده حديثان. يعني أنا إذا تعلمت منه الحديثين فأنا عبد له. انظر كيف نزل نفسه المنزلة الخادم فقط لأنه يتعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول كنت عن سفيان جاءه موت شعبة فقال مات الحديث. يعرفون أقدار بعضهم البعض. نعاين لما قال له فلان مات بكى بكاء شديد جدا. إن خلت الساحة من العلماء. ما خلت الساحة معناها إن الله إن في شؤم قادم في عقاب قادم. إذا وجدت الله قبض عالما ولم يأتي بخلف منه اعلم أنه لا يرد بالأمة خير. كل حديث ليس فيه حدثنا فهو مثل رجل بالفلات ليس معه بعير معه خطام. انتهى الموضوع يعني يتفلت منه سريع. والإسناد أهم شيء. وقال أن الحديث هذا الحديث مهم جدا من طلب الحديث لنفسه. يعني من طلب الحديث ليرفع الجهل عن نفسه ويصلي به. كل الناس يحسبونه رياء. يعني من طلب الحديث لنفسه يعني طلب الحديث فقط ليرفع الجهل عنه ويتعبد. ما بيحفظ عشان ينقل. بيعمل إيه؟ عشان يصلح من حاله فقط. قال فقد اكتفى. يكتفي بقى باللي يصلحه ويجلس. مفهوم؟ وقد تعبد الله على بصيرة. قال ومن طلبه للناس يعني انه يكون عالم ويبلغ لا فليبالغ. ده لابد يكون بحر لان العلم لا ساحل. لو فهمتم هذا هو طلبة العلم يفهمون ذلك. طلبت لتكون عالما اذا لا تكتفي. لا اكتفاء. نهم ما فيش شبع عند الاغبياء. لا اكتفاء. فهنا يقول خصيف الجزري مكتوب في التوراة لا تجالس أهل الأهواء فيدخل في قلبك شيء من ذلك فيدخلك الله النار. لأنه دخل الهوى انطرد الإيمان. لا الهدى والهوى لا يجتمعان. الهدى والهوى لا يجتمعان. وهنا الثوري خوف الكذابين والوضعين. قال من هم بالكذب في حديث مسلم سقط حديثه. انتهى بالهم فقط لهذا قطح فيه وأنه ليس بثقة ولا أمين. ممكن أيضا ساعة 2 الدرس نبتدي به إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم. وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم. وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم. وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم. وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم.
رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.